بالنسبه لتحضيراتنا للموسم الجديد ان شاء الله، ان شاء الله تحضيراتنا جيده لله الحمد. هناك في التزام وحضور من اللاعبين بشكل جيد. الاخوان في اداره البنك او بيت التمويل عندهم اهتمام كبير جدا حقيقه في الفريق، ويمدون يد العون لاحتياجات الفريق ولله الحمد مو مقصرين. الالتزام الفني موجود بالنسبه للاعبين وحضور جيد جدا لله الحمد. يبقى يمكن احنا نواجه يعني او نعاني من عمليه الايام التدريب يوما بالتدريب. الحقيقه يعني هذا امر لا يمكن أن يكون أي فريق يتدرب يومين عشان يستعد لبطولة معينة. التنظيم ممتاز جدا حقيقة، يعني هم يعني أنا كانت لي تجارب سابقة في مع نادي المصارف، تنظيمهم ممتاز جدا ونشاطهم الرياضي خاصة في كرة القدم نشاط ممتاز جدا كابتن. لكن قلت لك يمكن الأمر اللي نعاني منه إحنا كمدربين اللي هي جدولة أيام التدريب. يعني جدولة أيام التدريب تعطي أنت فريق خاصة فريق ينافس يعني من الفرق المنافسة على البطولات سواء بالدوري أو الكاس يومين بالأسبوع وايد صعب. يعني هذه بالنسبة لي أنا يعني ملاحظة ليس إلا. الحضور الذهني والعزيمة موجودة عند لاعبين بيت التمويل الكويتي، أنا لمست الشيء هذا فيهم، وإن شاء الله نتأمل خير في الإنتاجية أو المحصلة النهائية من هذا الأمر. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني تشوف المنافسة فيما بينهم، كل واحد يحاول انه ينافس زميله علشان ياخذ مكانه ووضعه بالفريق. الحضور ما شاء الله، يعني حتى اللاعبين المصابين اللي ما يقدر ايضا يشارك في التدريب تلقاه موجود وحاضر ويآزر زملائه ويشجعهم. الاجواء العامه ممتازه كابتن.